الموت علينا حق، وقمة الإيمان بالنهايات إنك تعترف بوجود الموت. وبالرغم من كل ده محدش بيتمنى يسمع خبر وفاة حد عزيز عليه، فإزاي بقى يسمع الشخص بنفسه خبر وفاته؟ هنعرض لكم النهاردة 10 فنانين توفوا أكتر من مرة. يعتبر عادل إمام أكتر واحد سمع خبر موته، لأن في مواقع كتير وقنوات كتير على اليوتيوب وعلى الفيسبوك متخصصة في نشر الشائعات، والمشكلة إن المشاهد بيصدق. وطلع عادل إمام أكتر من مرة ونفى خبر وفاته بنفسه وقال أنا خايف لما موت بجد محدش يصدق. شائعات الموت فضلت طول الوقت تلاحق الفنانة صباح لحد ما فعلا توفت بجد، وكانت طول الوقت بتأكد إنها مش خايفة من الموت، لدرجة إنها طلبت بعد ما تموت يعملوا لها حفلة ويغنوا فيها بدل ما يعيطوا. وده فعلا اللي حصل، وصباح كانت منافس قوي لعادل إمام في الشائعات. شائعات الموت برضو طالت الفنان صلاح السعدني، لأن كان في خبر الفترة الأخيرة قال إنه مريض، لحد ما خرج ابنه أحمد السعدني ونفى خبر وفاته. طلع الفنان نبيل الحلفاوي في يوم وقال أنا كنت بكلم واحد صاحبي على الفيسبوك وفجأة لقيت خبر وفاتي قدامي، وطلع في ساعتها ونفى خبر وفاته. فضلت برضو الشائعات منتشرة لحد ما طالت الفنان محمود عبد العزيز، وكذا مرة يطلع ابنه كريم وينفي خبر وفاته لحد ما فعلا اتوفى. الفنان محمود ياسين من الفنانين اللي طول الوقت بيلاقي قدامه خبر بيأكد وفاته بعد أزمة مع المرض، وطبعا كل مرة بيطلع ينفي الخبر ده. تخيلوا كمان ان فيفي عبده طالتها الشائعات، لان كان في فتره هي كانت بعيده عن الوسط الفني، وكانوا دايما بيقولوا ان الفنانه فيفي عبده توفت بازمه قلبيه، واللي دايما كانوا بينفوا خبر وفاتها هم اصدقائها. يسرى هي واحده من الفنانات اللي طالتها الشائعات، بس المره دي الموضوع مختلف، لان والدتها هي اللي سمعت خبر وفاتها وكانت هتموت من الصدمه لحد ما كلمتها وعرفت انها بخير. اتعرض الفنان حسن حسني لشائعة الموت، لدرجة إن في مواقع مشهورة نشرت أهم أعماله وأعلنت خبر وفاته، ولحد دلوقتي الشائعات شغالة، والسبب هو إنه سنه كبير، وطلع حسن حسني كذا مرة ونفى شائعات خبر وفاته. في نهاية الموضوع أحب أقول إن الحياة والموت والرزق بإيد ربنا سبحانه وتعالى، واللي بينشر خبر موت حد وهو حي يرزق يبقى حسابه عند ربنا عسير. لو المحتوى عجب حضراتكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ودوسوا لايك على الفيديو عشان يوصل لكم كل الجديد.